في نقاط مهمة اتقالت امبارح في كلمة مصر اللي ألقاها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع البريكس. أهم هذه النقاط على الإطلاق هو إعلان مصر استعدادها استضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب، بالإضافة أيضا لمطالبة مصر بدعم البريكس لمبادرة تحت مسمى تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة. يعني نقطتين كده من الآخر كده نقدر نحط تحتيهم سطور. المبادرة الأخيرة دي معمولة تحديدا علشان تستفيد منها الدول النامية متوسطة الدخل من أجل يعني محاولة منها يعني لإيه؟ لسداد ديونها على فترات سريعة. ده طبعا إضافة لأهمية العمل المشترك على أهمية تشجيع الصفقات والتبادل التجاري بالعملات المحلية بين دول تجمع البريكس وبين الدول النامية. ثلاث نقاط بالتحديد مهمين جدا يا ده يا مصطفى يوضح ان مصر دخلت البريكس بخطة وبأهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى بشكل منظم، يعني كان في تقسيمة للأهداف بحيث انها تعود بأكبر فايدة ممكنة ان شاء الله على مصر والمصريين بعد دخول البريكس. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن المكاسب الاقتصاديه لانضمام مصر للبريكس. بنرحب في فقرتنا النهارده بالباحثه الدكتوره ميرنا اسامه، الباحثه بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. اهلا وسهلا بيكي، صباح الخير يا استاذه. اهلا وسهلا. عايزين نعرف ايه المكاسب الاقتصاديه اللي هتعود على مصر من خلال اتفاقيه البريكس. ناس كتير بتتكلم لكن الناس دي مش فاهمه تحديدا ايه اللي هيحصل وفي وقت قد ايه، وهتعفينا من اشياء كانت علينا عامله ازاي. طبعا يعني انضمام مصر لمنظمه البريكس طبعا بتعود مكاسب كتيره طبعا سياسيه واقتصاديه، لكن يعني من الناحيه الاقتصاديه طبعا وجود مصر في مجموعه يعني كبيره بهذا الشكل طبعا هتساعد في جذب طبعا استثمارات كتيره جوه مصر. طبعا من ناحية التجارة برضو مصر بينها وبين دول بريكس تجارة برضو يعني ليست بقليلة، فطبعا يعني ده من شأنه طبعا أنه هو يزود التجارة مع هذه الدول، وأيضا طبعا ممكن يجذب تجارة مع دول أخرى. من ناحية طبعا الدولار، طبعا استخدام العملة المحلية في التجارة ما بين الدول طبعا من شأنه طبعا ان هو يقلل الطلب على الدولار، طبعا يقلل طبعا من هيمنة الدولار، وطبعا هيخفف من الطلب او تدبير العملة الأجنبية، فطبعا ده هيكون مكسب كويس. ومن ناحية تانية طبعا بنك التنمية الجديد طبعا هيساهم في يعني القروض والمنح طبعا بشكل كبير، وده هيعفينا طبعا من الشروط اللي تعد برضو قاسية من صندوق النقد الدولي، واللي طبعا في بعض الأحيان بتتطلب انه يخفض قيمة العملة يعني. اكيد. طيب خلينا نقول ان مصر عملت عرض انها على استعداد انها تكون او تستضيف مركز عالمي لتبادل الحبوب وكمان توريد وتخزين الحبوب. ايه الفايدة اللي ممكن تعود علينا وعلى الدول الأخرى كمان من تواجد مثل هذا المركز في مصر؟ طبعا يعني خلينا برضو نضع نقاط على فكرة انه الأزمة بتاعة الغذاء اللي موجودة حاليا طبعا مشكلة كبيرة، وطبعا في نطاق التعاون مع البريكس طبعا ظهرت هذه الأزمة، وطبعا مصر بتحاول ان هي تنمو طبعا بالقطاع الزراعي طبعا والصناعات الغذائية، وطبعا تطوير البنية التحتية في مناطق طبعا الريفية. نعم. وطبعا يعني في إطار طبعا الصراعات العالمية اللي موجودة بما فيها طبعا وعلى رأسها حرب روسيا الأوكرانية، فدول كتيرة من اللي كانت مصدرة طبعا للحبوب بدأت ان هي طبعا تبقى أقل تصديرا، وده طبعا عامل كبير في هذه الأزمة. فإن استطاعت مصر طبعا ان هي تقوم بتطوير الزراعة من شأنه طبعا حاجات كتير، يعني في تقديري الشخصي انه مثلا يعني نقدر ان احنا نوفر حاجتنا بشكل يقلل طبعا الاعتماد على الاستيراد، في حين انه مصر طبعا بتعتمد على استيراد الموارد الغذائية طبعا بنسبة ليست بقليلة، وده طبعا هيسمح لبقية الدول ان هم يعني يقوموا باستيراد الفائض ده بدون طبعا أزمة في الغذاء.
وطبعا في سيناريو افضل انه لو مصر قدرت ان هي توفر حاجتها طبعا بفائض وتقوم بتصدير، طبعا هيعود كمان بعائد اقتصادي على مصر يعني من ناحية اخرى، مزيد من الاستثمار في مزيد من استصلاح الاراضي، فدادين كتيره هتدخل نقدر نعمل بيها توفير فرص عمل، مزيد من التوطين للمصريين واتساع الرقعة الزراعيه. اعتقد ان ده كله هينعكس بشكل جيد جدا في الانتاج الزراعي، وده ممكن يساهم بجزء كبير في حل الأزمة الاقتصادية، خصوصا ان احنا مهتمين قوي بالتفاصيل ومعايير الجودة وشهادات الايزو اللي دايما بنحصل عليها، فاعتقد ان احنا نقدر نطلع منتج محترم بكواليتي كويسة جدا او بجودة جيدة جدا، وفي نفس الوقت باسعار تنافسية، خصوصا ان احنا يعني المركز هيكون عندنا، فهيتم توفير فلوس كتير للنقل يعني المصاريف بتتحمل على ثمن الشحنات بصفة عامة. يعني طبعا بشكل كبير يعني هيزود زي ما قلت، هيحل طبعا هيساهم، ما اقدرش اقول هيحل أزمة الغذاء بشكل كامل، بس طبعا هيساهم في حل الأزمة دي، ومن ناحية أخرى طبعا هيعمل برضو جزء من نمو اقتصادي في مصر يعني طبعا محتاجينه. فيما يتعلق بالدولار، ناس كلها تتكلم، كلنا عارفين ان بريتون وودز خلت العالم كله يعني يبقى نظام السويفت البنكي فيه بالدولار، ان انا لو عايز استورد لو عايز اصدر بالدولار، لو انا في دولة جنبي بستورد منها او بصدر منها بصدر بالدولار، فطبعا ده ربما يعني هو اللي خلق الحاجة للبريكس. مصر ازاي هتستفيد من هذا الامر؟ يعني احنا ازاي هنقلص فاتورتنا الاستيرادية بالدولار ونتجه للاستيراد والتصدير بالعملات المحلية؟ طبعا يعني من الحاجات الأساسية اللي كانوا يعني بيتفقوا عليها هي زي ما حضرتك قلت استخدام العملات المحلية، وطبعا يعني مصر اوريدي كانت بدأت في اتفاقيات يعني طبعا مع الصين وروسيا والهند بشأن طبعا العملات المحلية، وهم يعني بيطمحوا طبعا في المستقبل ان هم يعملوا عملة موحدة من شأنها طبعا ان هي تنافس الدولار على الساحة العالمية. طبعا مكسب كبير قوي ان احنا نعمل حالة يعني المعاملات طبعا بالعملة المحلية، لانه ده هيخلق حالة من يعني استقرار العملة، لانه مش هيبقى بيعتمد بشكل كبير على الدولار. طبعا هيوفر طبعا فيما يتعلق ب التحويلات النقدية، وده هيدينا مساحة أكبر إن احنا نقدر نعمل استثمارات بالفائض اللي موجود من الأموال دي. طيب البنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية المختلفة لما تعمل دعم للدول المنضمة بشكل حديث والدول اللي موجودة بالفعل في البريكس، ده ممكن يساهم ازاي في العمل المناخي، خصوصا الملف ده احنا بقالنا فترة شغالين عليه العمل المناخي، خصوصا يعني بعد استضافتنا لكوب 27 الوضع، اعتقد ان احنا مع خطة مصر للتنمية المستدامة وخطة مصر ل2030 اعتقد الوضع هيبقى مختلف. طبعا يعني ملف المناخي ده يعني بيندرج طبعا تحت مظلة التنمية المستدامة، وده توجه عالمي حاليا يعني من كل الدول طبعا وعلى رأسهم يعني الأمم المتحدة. فيعني خلينا نقول انه العمل المناخي ده طبعا يعني من الأهداف، طبعا ما اقدرش اقول انها قصيرة الأمد، يعني لا هي هدف طبعا طويل الأمد، فهيحتاج طبعا تمويل مستدام وتمويل على فترات طويلة. فطبعا وجود يعني مثل بنك التنمية أو هذه المؤسسات طبعا اللي قادرة إن هي توفر وتساهم طبعا في هذه التدفقات المالية على مدى الطويل طبعا هيساعد جدا. وطبعا يعني دور مصر بما إن هي كانت مستضيفة كوب 27 هيوجه طبعا عليها أعين كثيرة فيما يخص جهودها لإن هي تدعم طبعا الجهود في أزمة المناخ. يعني كيف ستتحدث مصر بلسان الدول النامية فيما يتعلق بالديون؟ يعني إيه التأثير الإيجابي بعد مطالبة مصر بدعم البريكس لمبادرة بتعرف تحت تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة؟ إزاي هتستفيد منها الدول النامية وإزاي هنتحدث باسم هذه الدول أمام قمة البريكس؟ طبعا تحالف الديون ده يعني مرتبط طبعا
مبدأ مبادلة الديون طبعا بالمشروعات التنموية. جميل. وفي هذه الحالة طبعا يعني الدول النامية طبعا في تقديري الشخصي محتاجة حاجتين، وهما يعني المشروعات التنموية وبالتالي طبعا النمو الاقتصادي. لا أنا عايز أفهم يعني إيه مبادلة الديون بالمشروعات التنموية؟ هنعملها يعني إزاي هنبادل الدين بمشروع تنموي؟ يعني إنه دلوقتي الدولة عليها ديون، فطبعا بدلا من إن هي تحاول تجمع يعني قدر كبير من العملة الصعبة لتسديد يعني فقط لتسديد هذه الديون، طبعا ممكن باتفاق طبعا مع المنظمة أو الدولة اللي هي بتكون مديونة ليها بتسمح لها إنه تستخدم الديون دي في إقامة أو يعني العمل على مشاريع تنموية طبعا من شأنها إن هي يعني تحسن الدخل القومي، تعلي الناتج المحلي بحيث إنه ينعكس على الأفراد. كل ده ممكن يكون من نتاج اللي حضرتك بتقوليه. ايوه طبعا، ويتماشى طبعا مع يعني هدف التنميه المستدامه اللي كل الدول بتسعى ليها. طيب لما نيجي نقول ان زي ما حضرتك كنت بتقولي احنا عندنا اهداف قصيره ومتوسطه وطويله الامد، لما نيجي نقول الانضمام للبريكس مباشره ده من ضمن اهدافه قصيره الامد انه ينعكس بشكل نقدر نقول انه يخفف الضغط على المجتمع المحلي ويخفف الضغط حاليا، نقدر نقول ان ده ممكن نشوفه قريبا، نقدر نشوفه على كل الدول ولا هنشوفه على دول معينه من المنضمين حقيقه؟ طبعا فكره تخفيف الضغوط طبعا هو يعني انضمام بريكس ده طبعا توجه استراتيجي طبعا محسوب الغايه، واكيد طبعا مدروس اهدافه سواء على المدى القصير المتوسط او الطويل. طبعا يعني ما اقدرش اقول انه كل الاهداف هنشوفها يعني بشكل قريب سريع. لانه خصوصا طبعا انه هي يعني هي حاله لسه في بدايتها يعني في بدايتها، فطبعا في حاجات ممكن تظهر في ان هي تحل الضغوط دي على مستوى يعني الامد القريب، زي مثلا ما قلت في الاول انه استخدام طبعا العمله المحليه يعني ممكن يساهم في تقليل الضغط على الدولار، طبعا ده يحل ازمه لانه الدولار طبعا هيبقى متوفر، هنقدر ان احنا نسدد الديون الى اخره. طبعا في حاجات تانية طويلة الأمد يعني تحقيق طبعا التنمية المستدامة فيما يتعلق بأزمة المناخ، ومن الناحية السياسية برضو خلق عالم متعدد الأقطاب، كل هذه تعتبر من الأهداف طبعا طويلة الأمد يعني. صحيح. على أي حال إحنا في انتظار يعني أن نرى ملامح الخطة المصرية الخاصة بالبريكس. واضح ان في خطوط عريضه الدوله المصريه او كروت سيلعبها اللاعب المصري على الطاوله، لم تظهر ملامحها بعد، ما يتعلق باتفاقيه الحبوب، فيما يتعلق باتفاقيه الديون، فيما يتعلق ربما باتفاقات اخرى لم نسمع عنها او لم نراها. بالتاكيد البريكس لن يكون فقط مجرد تجمع اقتصادي، هو تجمع سياسي قائم في النهايه على ان يقضي على فكره الهيمنه، على فكرة هيمنة القطب الواحد على العالم. شكرا لك الباحثة ميرنا أسامة، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اتكلمت معنا عن المحاور الاقتصادية لانضمام مصر لاتفاقية البريكس. شكرا جزيلا.